معانا محمد صلاح من امام مجلس الوزراء، مراسلنا في شارع محمد سلامه امام مجلس الوزراء. محمد، كيف الحال عندك امام مجلس الوزراء؟ كلهم محمد صلاح. نعم يا شيخ مظهر، لا، ده محمد امام سلام. مجلس الوزراء الوضع هادئ تماما واعتصام سلمي مع وجود بعض الخيام امام مجلس الوزراء، مما يوضح نية الاعتصام امام المجلس، وذلك لحين توضيح الرد على مطالبهم. محمد، في اخ وراك على كرسي متحرك، رجليه مقطوعه، انا مش عارف هو من مصاب الثوره. لو تنظر الى الخلف هتشوفه، يا ريت لو من مصاب الثوره تعمل معاه لقاء. ومعاك محمد، احنا معاك مع ضيوفنا الكرام، طيب حاضر اتعرف حاضر، عليهم انت كده وعرفنا حاضر بيهم الشيخ وعرفنا مظهر. ايه الاخبار كده وناويين يعملوا ايه النهارده. تمام، احنا معانا محمد أوضح. محمد احمد الطيب، البحر الاحمر، معتصم من 3 ايام عند رئاسة الوزراء. السبب اعتصامنا هنا، احنا الاول كنا معتصمين بميدان التحرير. سبب اعتصامنا اول ما صدر قرار بتشكيل الوزاره من بتكليف الدكتور الجنزوري بتشكيل الوزاره، طبعا كل ميدان التحرير كان رافض الموضوع ده. احنا جايين نعتصم هنا علشان عاوزين نكون مجلس رئاسي مدني ليه كل الصلاحيات الكامله اللي هي تحكم البلد. المجلس العسكري على راسنا من فوق يرجع سكناته، يفضل يرجع المشير طنطاوي يبقى وزير الدفاع، والمجلس الرئاسي المدني هو اللي يحكم البلد ويكون ليه كل الصلاحيات علشان نقدر نلم الدوله المهلهله اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. عدد المعتصمين قد ايه تقريبا يا محمد؟ هنا ولا في ميدان التحرير؟ قدام مجلس الوزراء. قدام مجلس الوزراء العدد بيزداد ليلا، طبعا بالنهار بيوصل ل 1000 ونص 2000، امبارح بالليل كنا مثلا في حدود 5 6000 مثلا، والهتافات كانت بتتعالى هنا. في نية ان انتوا تكملوا اعتصامكم لحين ابعاد الدكتور كمال الجنزوري بعيدا عن مجلس الوزراء، بعيدا عن رئاسة مجلس الوزراء؟ الاعتصام مفتوح، الاعتصام مفتوح لاجل غير مسمى لحين تسليم السلطة، تسليم فوري من المجلس العسكري لمجلس انتقالي مدني، حكومة انقاذ وطني، المهم ان السلطة تتسلم من المجلس العسكري خلاص. شكرا. محمد، هو هل احمد ابو بكر من المنوفية، وانا هنا بقالي 3 ايام برضو، واللي الناس عايزينه واضح. مش فاضي. بدون مقاطعتك، ايه وجه اعتراضكم على الدكتور كمال الجنزوري على الرغم ان هو كان احد رؤساء الوزراء اللي كانوا معروفين بنزاهتهم وايديهم النظيفه؟ هو وجه اعتراضنا على الدكتور كمال، مش على الشخص نفسه، على النظام نفسه. ما ينفعش انا عندي واحد مثلا بطالب ان هو يمشي، والواحد ده هو اللي يجيب لي واحد تاني مكانه. وبعدين بقول لك الناس، شباب الميدان هم اللي عايزين. كشباب الميدان قعدنا امبارح في الميدان ومليونيه، وقلنا مطالبنا واضحه للناس كلها، بس ما حدش بيسمع، ولا كان فيها اسم الدكتور كمال الجنزوري، ولا فيها اسم اي حد من الناس دي كلها. الناس مطلعه بيان واضح، عايزين مجلس رئاسي مدني من الميدان، احنا اللي مختارينه، واحنا اللي عايزينه، واحنا اللي كل ده عايزين. ما ينفعش. من امتى الدكتور كمال الجنزوري جه دلوقتي؟ الناس تخيلت ان هي بتعوى على مشاعر الناس شويه. الدكتور كمال الجنزوري من كام سنه كان الناس بيحبوه، وكان من كام سنه كانت الناس عايزاه، ومن كام سنه كان راجل كويس. احنا بقى له 10 سنين ما ظهرش في اي حاجه خالص، ما ظهرش في اي حاجه. القصه مش ان احنا نسكت الناس، ده لانه اعتزل العمل السياسي بعد. ماشي، اعتزل العمل السياسي، بس احنا دلوقتي مش بنعتمد على الشخص نفسه. احنا اولا مش عايزين الجيش ده يحمي البلد، يحمي الناس. ما هو الجيش ده مين؟ اخويا واخوك وكل الناس دي مع بعضها كده. لكن الجيش مش هيمسك سلطه، مش هينفع انا واحد مش عايزه او ماسكه سلطه على الانتخابات، بعد ما تحصل الانتخابات يقول لي اه ولا لا، يخنقني كده. اعذرني، انت يعني طالما وجه الاعتراض مش على الشخص نفسه، فما الفارق اذا ما تم تعيينه؟ يعني هو ما كانش ضمن المرشحين. احنا عايزين حاجه معينه دلوقتي، في حاجه معينه احنا عايزينها، مش هنمشي الا لما تحصل. الناس اللي هنا دي في الميدان قدهم 20,000 مره. محمد، الناس قاعده هنا ليل نهار، وكلنا سايبين شغلنا وسايبين حياتنا، وهنقعد هنا لحد ما اللي احنا عايزينه تمشي. قبل كده كنا بنقول يا جماعه اعملوا، كنا بنقول يا جماعه انتوا شويه، احنا عملنا، قلنا عن النظام، قلتوا الجيش هيمسك البلد. سيبنا ادينا فرصه 10 شهور ما حصلش اي حاجه من اي حاجه، خلاص احنا بقى اللي نكرر، واحنا الشعب، واحنا اللي نقول، واحنا اللي نختار. والحاجات اللي احنا طالبينها دي مش محمد مش سلامه مش محمد سلامه هل ممكن القبول ب مظهر معاك، هل ممكن يقبلوا اذا حدث تشكيل مجلس، سمعك. اذا كان في تشكيل مجلس انقاذ وطني او مجلس رئاسي زي ما بيقولوا، لكن ضم الدكتور كمال الجنزوري مع الدكتور ابو الفتوح ومع الدكتور البرادعي، هل ده هيكون مرضي لهم؟ تمام. الشيخ مظهر بيسالك هل ده هيكون مرضي بالنسبه لكم لو كان تم الدكتور كمال الجنزوري مع الدكتور البرادعي والدكتور ابو المنعم؟ ومين الشيخ مظهر؟ مين الشيخ مظهر؟ رد انا. طيب ممكن الشيخ مظهر؟
ماشي بقى. سؤال تاني بس بعد اذنك، سؤال تاني بس، سؤال تاني بس. بيقول لك هل تشكيل الوزاره او رئاسه الوزراء هل كان هينول رضاكم اذا ما تم ضم الدكتور ابو الفتوح والدكتور البرادعي الى الوزاره كنواب مثلا للدكتور كمال الجنزوري؟ مش هنغربل يعني، هي الموضوع مش غربله، الموضوع يعني مطالب واضحه وصريحه، ومش بنطالب بحاجات جهنميه ولا حاجه. الموضوع عايز ناس بتفهم وناس بتحس بالناس اللي موجوده، وناس بتقول ما الناس دي كلها انا جاي عن بلدي، جاي عن اخويا ما جاش واختي ما جاتش، انا جاي بمثلهم والناس جايه بتمثلهم، بس الصوت يوصل بس للناس المسؤوله. انت بتقول ان احنا ناس مش عايزين حاجه، عايزين مصلحه البلد. هو انا في مصلحه البلد؟ ما احنا مهدي اللي احنا عايزين مصلحه البلد. شكرا يا محمد. احنا اللي بنامن الناس اللي جوه، واحنا اللي بنامن اي حد جاي من بره مش فاهم اي حاجه، احنا اللي بنامنه. المطالب بتاعتنا كانت في ميدان امبارح واضحه، والمطالب اللي هي كان بقى لها فتره واضحه، وده اللي احنا عايزينه، مش عايزين اكتر من كده. شكرا محمد. طيب سلامه، واشكرهم لي شكرا جزيلا. شكرا جزيلا على هذا اللقاء، ومتواصلين معاك يا محمد ان شاء الله من خلال وجودك في شارع مجلس الوزراء للتغطيه الشامله ان شاء الله.